هذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الحماسيين الذين ليس عندهم فقه في الدين، يقولون كيف نطيعه فاسد، كيف وهو عاصي، كيف؟ نعم نطيعه للمصلحة العامة، للمصلحة العامة، ارتكاب أخف الضررين دفع أعلاهما مطلوب في الإسلام، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمسلمون قاتلوا مع الحجاج ومع مع يزيد بن أبي سفيان، مع يزيد بن معاوية، قاتلوا معهم وهم فساق لجمع الكلمة. بل صحابة، كان صحابة في راية، كان هناك صحابة في راية يزيد بن معاوية في فتح القسطنطينية، منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كانوا تحت رايته وقاتلوا مع الحجاج وهو معروف بالظلم، ظالم فاتك باطش، ظالم جائر، لكن لأجل المصلحة، مصلحة الإسلام والمسلمين، وتغتفر المسألة الجزئية بمقابل المصلحة العامة الكلية. هذه قاعدة في الإسلام. فلا يشترط في الإمام الذي يتولى أمور المسلمين ويقود للجهاد، ما يشترط فيه أن يكون صالحاً مستقيماً 100%، بل ولو كان عنده شيء من المعاصي والمخالفات ما دام لم يصل إلى حد الكفر بالله عز وجل. نعم. ولكن الجهال المتحمسين ما يتحملون الكلام هذا لأنهم جهال. الصحابة تحملوه وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لفقههم وإيمانهم، أما الجهال المتحمسون فلا يتحملون هذا، أو المغرضون، لأن فيهم ناس ما هم جهال يعرفون هذا لكن مغرضون، يريدون تشتيت المسلمين فيحرضونهم على ولاتهم بسبب أنهم الولاة يرتكبون أشياء من الأخطأ، يرتكبون أشياء من الأخطأ فيحرضونهم على ولاتهم من أجل تفريق الكلمة وإضعاف المسلمين. فأنا يجب الفطنة لهذه الأمور والحذر منها وعدم الاندفاع بدون فقه وبدون علم. هذه مسألة عظيمة الآن حصل فيها سوء فهم، حصل فيها تضليل بسبب الجهل أو بسبب الهوى، إما عن جهل وإما عن هوى. نعم.